بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدى التميز تهديكم التميز في إصدارها المتميز. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تلاوة مباركة لجزء تبارك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بصوت القارئ ماجد بن عبد الله الزامل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والذي سجل من صلاة التراويح والقيام. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مع الدعاء لعام 1426 للهجرة. بنظرك وبعقوبتك مستخفين، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير،
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر
يتأخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 24650 الرمز البريدي 11312 هاتف 29193 4444 فاكس 29155 لانت لجبروته الشدائد الصلاب سبحان من علا فارتفع سبحان من عز فتعالى له نزول إلى السماء الدنيا سبحانه ويتجلى سبحان من خلق فسوى سبحان من قدر فهدى سبحان من أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته سبحانك إلهنا ما أعظمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أعدلك سبحانك ما أعدلك سبحانك ما أعظم جنتك سبحانك ما أعظم جنتك سبحانك ما أوسع رحمتك سبحانك ما أوسع رحمتك سبحانك من إله عظيم سبحانك من غافر للذنب وقابل للتوب سبحانك إلهنا سبحانك مولانا سبحانك خالقنا سبحانك رازقنا يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة إلهنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود هل في الملأ إله غيرك فيدعى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلهنا خلقك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه إلهنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا تعلم سرنا وعلانيتنا اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه
ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوف لك إياه ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك فبعزتك وجلالك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك وبعقوبتك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من يستنقذنا وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أقربك بمن أملك يا حليما على من عصاه يا من لا ينسى من ذكره ولا يضيع من دعاه ولا يرد من سأله ولا يخيب من رجاه اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي كل ليلة من ليالي شهرك الكريم عتقاء من النار اللهم فمن علينا في هذه الليلة الكريمة بالعتق من النيران اللهم من علينا بالعتق من النيران إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا اللهم من علينا في هذه الليلة الكريمة بالقبول اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا في هذه الليلة الكريمة من المقبولين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الكريمة من المقبولين اللهم لا تؤاخذنا على إسرافنا في أمرنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم إلهنا زلت بنا عن سبيل نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام اللهم تجاوز عن خطأنا وعمدنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا أرحم الراحمين إلهنا هذا رمضان قد انقضى وتصرمت أيامه ومنا المحسن فيه ومنا المسيء اللهم فمن كان منا محسنا فزده إحسانا وتقبل منه يا كريم ومن كان منا مسيئا فتجاوز عن سيئاته وأبدل سيئاته حسنات ومن عليه بتوبة صادقة قبل الموت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا من برحمته كشف الضر عن يعقوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب رد إخواننا الأسرى إلى أهليهم سالمين غانمين
اللهم أقر أعيننا بعودتهم سالمين غانمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم من عاداهم فعاده ومن آذاهم فآله، ومن تسلط عليهم فسلط عليه عذابا من عندك يا قوي يا متين. اللهم عليك بأعدائهم الصليبيين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وأعوانهم من الرافضة والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. يا جبار السماوات والأرض، اللهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا مغيث الملهوفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا أمان الخائفين، يا ناصر المؤمنين يوم بدر وهم قلة، ويا ناصر المجاهدين يوم الأحزاب وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير والشيشان في فلسطين والأفغان، اللهم رد علينا المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم أرنا فيهم ما يثلج صدورنا وما تقر به أعيننا وما تسعد به قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق يا رب العالمين. اللهم آمر روعاتهم واستر عوراتهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسيرهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم داوي جريحهم وعاف مريضهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم انصر مجاهدهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وانصر اللهم من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وتعليمنا وإعلامنا ونساءنا، اللهم من أرادنا جميعا بسوء وفتنة، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واكف المؤمنين شره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأهل العلمنة والإفساد، اللهم أبطل مخططاتهم، اللهم أفسد مبادئهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم ارزقهم البركة في أموالهم وأعمالهم وذرياتهم، اللهم من عاداهم فعاده ومن آذاهم فآذه، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم افتح لهم من فتوحاتك، اللهم افتح لهم من فتوحاتك، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالون من تحتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور، وانصر المجاهدين في سبيلك في الثغور يا عزيز يا غفور. اللهم ارفع أمة الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العزة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اهد النساء المسلمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم قهن أن يفتن أو يفتن، اللهم أعذهن من الفتن والشرور،
والتبرج والسفور. اللهم اغفر لهن الذنوب واجعلهن بالصحابيات مقتديات مع الحور العين في الجنات يا رب البريات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد ما ذكر. وترقبوا جديد مؤسسة همم للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل لصور جزء الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 24650 الرمز البريدي 11312 هاتف 2919 3 3 3 2 9 1 9 4 4 4 فاكس 2 9 1 5 5 9 0. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. جامع رياض الصالحين يقوم جامع رياض الصالحين بحي المروج بالرياض على العديد من الأنشطة الدعوية المتنوعة ومن أهمها الدورات العلمية، حيث أقيم العديد من الدورات من أشهرها دورة نحو إعلام هادف افتتحها معالي الشيخ صالح بن حميد، ودورة الزاد الرمضاني، ودورة يا باغي الحج أقبل وغيرها. ولعل أقرب دورة هي دورة شباب والتي ستقام بمشيئة الله في شهر صفر من عام 2027 للهجرة. ومن الأنشطة الدعوية أيضا الكلمة الأسبوعية بعد عشاء كل أحد. ومن أهم الأنشطة العناية بكتاب الله، حيث الحلقات الدائمة لجميع المراحل والدورات المتخصصة مثل دورة تراتيل في شهر رمضان المبارك كل عام، ودورة ثبت حفظك في نهاية صيف كل عام. وهناك أيضا الملتقيات القرآنية والتي تحظى بحضور كبير للمهتمين بكتاب الله، وهي ثلاثة ملتقيات على مدار العام. وهذه الملتقيات هي المتميزون، وهو ملتقى لمشرفي الحلقات يعرض تجارب ناجحة لعدد من مجمعات القرآن الكريم، ويقام في شهر الله المحرم، وفي هذه السنة موعده في 23 من شهر الله المحرم. تذكرة الحفاظ، وهو ملتقى يستفيد منه حفاظ القرآن الكريم، يقدم فيه برامج خاصة للحفاظ، وعادة يقام في شهر ربيع الثاني.
المربي، وهو ملتقى يستفيد منه معلمو حلقات القرآن الكريم، ويقام عادة في شهر ذي القعدة. ومن الأنشطة الدعوية اللقاء الشهري المفتوح مع كبار العلماء، ولعل أقرب لقاء في 25 من شهر الله المحرم لعام 27 و400 للهجرة مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وغيرها من الأنشطة والمحاضرات والنشاطات الموسمية. نسأل الله أن يوفق القائمين على الأنشطة على ما يبذلونه، وأن يثبتنا وإياهم على دينه. ونخص بالذكر إمام وخطيب الجامع الشيخ جمعان العصيمي. يا وهاب يا منان يا رحمن يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلا يا رفيع الدرجة. وللتواصل مع أنشطة الجامع هاتف 453-0904، جوال 05-00-4-2-2-9-9-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.